السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت نهنئ اللاعب رضا حلايمية، لاعب مولودية وهران، لاعب اللي يبلغ من العمر 22 سنة، اللاعب المظلوم إعلاميا، اللاعب اللي بحكم أنه ما يلعبش في باك وما لاماسيا وما يلعبش في نادي اتحاد العاصمة حداد، وما هوش داخل ضمن مخططات الاتحادية، وما هوش تابع لجماعة الاتحادية، فهو لا يستدعى للمنتخب الوطني بكل أصناف. اللاعب هذا مبروك وألف مبروك لإمضاء العقد مع النادي البلجيكي الناشط في الدار والدوري القسم الأول البلجيكي، في فريق صاعد حديثا للدوري البلجيكي. هذا شيء مشرف، ودائما نقولوا احنا ماناش ضد اللاعب المحلي، احنا ضد اللاعب اللي يبقى يلعب في البطوله نتاعو، في بطوله واد كنيس، في بطوله الكوكايين، في بطوله البيع والشراء. احنا ضد هذه الفكره، اللاعب لازم يعترف، وضد ايضا فكره اللاعب لازم يروح للخليج عشان الاموال كيما دار عبد الرحمن بزيان، اللاعب المنفوخ اللي نافخينو المنفوخ انفخ 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 جماعة الهداف، انفخ انفخ جماعة النهار، وفي لافا وين راح؟ راح للخليج. كانوا يقولوا يروح لفرنسا، اسبانيا، ايطاليا، مش عن بالي مش عن بال، وفي لافا ما كانش. واللاعب اللي ما هضروش عليه خلاص، باش تعرفوا كيف راه تمشي الصحافة العنصرية. وفي دولة بحجم الجزائر عندنا قنوات وصحافة، اشباه قنوات وصحافة تخدم الا العنصرية، عنصرية وفقط. الان دركا اللي تكلموا عليه ونفخوه وقلبوا لا ولي استدعاوه للمنتخب الوطني، وراح حتى الى طوغو مع المنتخب الوطني، راح يحترف في الخليج. اما اللي قاعد يخدم، لان الاوروبيين نظره تاعهم بعيده وما عنده ما عندوش الكتاف، يحترف في بلجيكا. برافو. هذه قبل ما نتكلم على موضوع اليوم قوس باش نبين بلي راني مانيش ضد اللاعب المحلي، بالعكس انا نفرح كي نشوف لاعب احترف في اوروبا، نفرح، لانك تحترف في اوروبا راح ترجع للفايده للاعب والفايده للجزائر، هذا شيء رائع. اما باش يروح يحترف في الخليج ولا في تونس، مع احترامي تونس ودول الخليج، ولا يبقى هنا في بطل كوكايين وينفخوه ويدخلوه في المنتخب بالقوه، هذه ما نقبلهاش وما تخشش العقل في اي دوله، ما تخشش العقل. مين في الجزائر عادي يلعب في بطولة واد كريس، أرواح نجيبوه، بصح اللي يحترف في أوروبا ما نجيبوش، اللي طلع النيفو نتاعو ما نجيبوش. هذه بطولة، هذه هم الصحافة تاع الكاسكروت. موضوعنا خوتي هو المقابلة الودية اللي دارها اللي لعبها المنتخب الوطني ضد البوروندي. الناس تكريتيكي ورانا رايحين الكوب دافريك باش نروحوا من الدور الأول، والطيارة لازم نحموها ونروحوا ونبداو نوجدوا في رواحنا، والمقابله الاخرى مع تنزانيا نوجدوا الباجاج نتاعنا. يعني الكلام الانهزامي ما نحبوش، كلام الانهزامي هذا ما نحبوش. مانيش باش نقول لكم راح ندو كوب دافريك، رغم انه كلش متوقع، يعني ما كاش حاجه مستحيله في كره القدم، بصح في نفس الوقت ما نفشلش، ما نديرش انا راني رايح كسياحه. اول شيء نرجع للمقابله، المقابله في حد ذاتها لعبت بطلب من جمال بالماضي بدون مكيف، وهذا نقطة تحسب جمال بالماضي، انك تلعب في درجة حرارة 40 درجة غرون شابو، لانكم تعرفوا خوتي 40 درجة المشي متقدرش تمشي، المشي ما تقدرش، فما يبالك 40 درجة جري الركض دريبل كذا بذل المجهودات، الله يكون في عون اللاعبين. قضية وكيفاش بوروندي فريق ضعيف، حتى غامبيا فريق ضعيف، حتى تنزانيا فريق ضعيف. تنزانيا خسر مع مصر بهدف بصعوبة، المغرب خسر في بلاده، في بلاده بالنجوم نتاعو مع غامبيا. ما كانش هذه مقابلة، تبقى مقابلة ودية نقطة ورجع للسطر. علاش مقابله؟ علاه النتائج ما تكونش كبيره؟ لان اللاعبين يخافوا، ما بقالوش على الكوب دافريك، بقات 10 ايام ولا كذا على الكوب دافريك ولا سمانه، اللاعب اللي تبليسه راح ما يشاركش الكوب دافريك.
هذه واحدة. ثاني حاجة المنتخبات الإفريقية ما بقاش قاطو، ثالث حاجة المنتخبات هذه كيما تنزانيا كيما غامبيا كيما البوروندي تقدر تقولوا لعب متشابه، يلعبوا دائما اللور ويبلوكيو ما يخلوكش تفوت، يديروا لك البلوك والبلوك با مش حتى بلوك بلوك با ويبقوا يدافعوا، يعرفوا غير الدفاع. نقطة أخرى لاعبين نهضروا صراحة مش متعودين على درجة حرارة عالية. نزيدكم معلومة، مصر ماهيش درجة حرارة تاعها كيما قطر، هذه واحدة بصح المدينة اللي يلعبوا فيها المنتخب الوطني يقولوا لها القاهرة الجديدة، الملعب من وراء الملعب كي تشوفوا غير الصحراء. الناس اللي تروح ان شاء الله يتأكد اللي فيه مجموعة الجزائر يقولوا المدينة القاهرة الجديدة نيو كايرو بالانجليزية نيو كايرو، لما تشوفوا من وراء الملعب تلقوا الطريق وتلقوا الصحاري، يعني رايحين يلعبوا في درجة حرارة عالية. اسكندرية جوها مليح بحكم انها فيها البحر وكذا، لكن المنطقة هذه نيو كايرو حارة وفيها درجة حرارة عالية ممكن 40 او تجاوز 40. يعني احسن حاجة دارها كما قلت جمال بالماضي انه لعب بدون مكيف، هذا شيء رائع. المهم في المقابلة الودية وش هي النقاط اللي نقدر نستخلصوها ونستفيد منها؟ ان اول حاجة ما خسرناش، رغم انه حتى الخسارة ما تهمش، المقابلة ودية لتحضير الكان مشي مقابلة ودية لفترة بعيدة، هذيك تدخل فيها لازم نتيجة إيجابية ولازم كذا وكذا. لكن احنا ما بقناش على الكان، لو يتصاب لنا لاعب كما وآدم والناس حتى ساعة مازال الموقف مش باين، جمال بالماضي يقول يقب مش هنعوضه، مي إصابة تبقى إصابة، أسكو يرجع في الفورما، أسكو يقدر الاحتمال كبير ما يلعبش مقابلة ثانية تاع مالي، بصح أسكو يكون واجب 100% 100% في كأس إفريقيا، ثانية هضرة أخرى. إذا نعاود نقول اللاعبين لازمهم يخافوا على رجليهم، من حقهم لأن كوب دافريك ما بقاش. المقابلات الودية استخلص الدروس والنقاط السلبية نصحوها، انا نفضل ان نتعادل ولا نخسر باش على الاقل نصحح اخطاء تاعي، باش كي نروح الكوب دافريك نشارك مشاركه مشرفه، باش ما نزيدش ندير اخطاء، اخطاء دفاعيه اخطاء وسط الميدان. هذه فوائد المقابلات الوديه اللي قريبه لمنافسه قاريه بحجم كاس افريقيا ولا كاس اوروبا ولا كاس اسيا ولا هذا فوائد نتاعها، نصحح الاخطاء نصححها، هذه فوائد نتاعها. مقابلة بوروندي تعادل عادي، ما صارش قيمة، مجرد موت التحضير، لاعبين مكملين ما عندهمش من مكملين دوريات الأوروبية الشامبيونات هذا وين مخلصة نهاية الموسم، يعني كيرا منطقية نشوفها منطقية. درجة حرارة 40 لاعبين مش متعودين على درجة حرارة هذه، بشوي بشوي يبدأوا يتأقلموا، من بعدها نقدروا نقولوا بعد في الكوب دافريك تبان، في الكوب دافريك تكون مقابلات رسمية ويكون المستوى نعرف نقيمه مستوى المنتخب الوطني. إذا الناس اللي راهي تنتقد مش وقت انتقاد، هذا راه مجرد تربص مقابلات تحضيرية ودية تدريبية باش اللاعبين يتأقلموا. أول حاجة يتأقلموا على المناخ وعلى درجة الحرارة العالية، هذه أول شيء وحد الحاجة الأساسية. يعني مثلا لاعبين معروفين في اوروبا موهوبين بالفتره من ناحيه فنيات، منتخب الجزائري عنده نقدر نقولوا رقم واحد في الفنيات في افريقيا، كفرديات وكفنيات، تبقى العمل الجماعي الكوليكتيف الانسجام الخطط اللي يديرها المدرب والاساس درجه الحراره، الذي قلت لكم درجه الحراره هي الاساس، لازم تتاقلم على درجه الحراره من 40 فما فوق، هذا هو الأساس لاباس. إلى قدر المنتخب الوطني يتأقلم على درجة حرارة 40 فما فوق، تبقى لنا شوية خطة وشوية انسجام
كوب دافريك ما نقولكمش انا ندو كوب دافريك، لا بصح نقدروا نديروا حاجه، نقدروا نديروا حاجه، نقدروا نشرفوا الجزائر حتى ما ديناش كوب دافريك، نلعبوا نصف النهائي، النهائي نصف النهائي ما عليهاش مقبوله. اذا العائق الاول والوحيد هي درجه الحراره، لما يتاقلم اللاعبين مع درجه الحراره هذا شيء رائع، وهذه في صالح المنتخب الوطني. قضية اندي ديلور وطريقة الطريقة اللي غيدمجوه اندي ديلور في المنتخب، اسكو يلعبو 4-4-2 هي ترجع للمدرب. انا بالنسبة لي احسن خطة للمنتخب الوطني اما 3-5-2 اما 3-4-3 يكون فيها ماندي كيما يلعب في بيتيس، اما تاع 4-1-4-1 مقابلة غامبيا ما عطاتناش نتيجة، مقابلة تونس ضربة جزاء بالفريق الثاني تاع تونس فضل محرز، والمقابلة تاع بولندي رغم انها مقابلة ودية بصح انا بالنسبة لي نشوفها الخطة اليوم، ممكن اختيارات مدرب وممكن مدرب من بعدها يتراجع بعد مقابلة مالي ممكن يبدل الخطة. حنا لكن واش كخلاصة خوتي واش يهمنا؟ يهمنا ان المنتخب الوطني يتأقلم على درجة الحرارة وانه يكون في الفورما، ويكون المقابلة الودية هذه انه يخرج المدرب بفوائد واستخلص الدروس وبعض النقائص باش يصححها، لان كأس افريقيا الغلطة بألف تغلط تخلص، هذه مفروغ منها. اذا خوتي مختصر مفيد، مقابلة ودية ما ندوش عليها، سواء ربحنا سواء تعدلنا سواء خسرنا، لان مقابلات قبل فترة قصيرة من كأس افريقيا لو يتصاب اي لاعب يلقى روحو اوت من كوب دافريك. اذا مقابلات ودية راهي مجرد مقابلات تصحيحية، مقابلات تجريبية، ونصحوا بها الاخطاء نتاعنا باش كي نروحوا لمصر نشرفوا الجزائر. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.